اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في هذا الدرس غادي نحاول أنني نفسر لكم كيفاش غادي نجاوبوا هذا شي إكزرسيس ديال الماتري. ونبداو اختاريت لكم هذا الإكزرسيس اللي كيبان من أول وهلة بأنه سهل، ولكن كنعتقد بان الاغلبيه غادي يتعرضوا فيه لشي اشياء غادي يهملوها. ونتمنى انني في هذا التمرين هذا نكون على الاقل غطيت وجاوبت على جميع الاشكاليات اللي تقدروا تطيحوا فيها، ووضحت الافكار اللي خاصكم تاخذوها باش يمكن لكم تجاوبوا على شي اكزرسيس بحال هذا. نبداو على بركه الله. الاكزرسيس اول حاجه خصنا نعرفوه شنو هو. عندنا هنايا ديزيسكالي، وعندنا هنايا واحد المير. المير اللي كيكالي لينا شي حد اللي بغى يطيح كيتسمى غارد كور، بحال شي غارد كور تاع شي قهوه ولا تاع شي بلاصه كيتسمى غارد كور، كيكالي لينا كيحميك. وهذا مير دي ليفاسيون ولا مير فاصاد. هنا عندنا نقراو ديسكريبتيف شنو فيها. قالك لي مارش اللي بالي اون بيتون ارمي، الدوزاج ديالو 400 كيلوغرام ديال السيمون سي بي جي 45. غنستعملو السيمون ديال 45 باش نصايبو البيطون ارمي لي دوزاج ديالو ديال 400 كيلوغرام. عندنا لي مارش و لي بالي هما اللي مصايبين بالبيطون ارمي فقط. اذا هاد الحيط وهذا ما نتكلموش عليه في البيطون ارمي. عندنا لي بالي، غتسالو فين هي لي بالي. بالي هي اخر درجه، اخر درجه كنسميوها حنا بالي، اخر درجه إذا بدينا من الأسفل نحو الأعلى، ماشي من الأعلى نحو الأسفل، كتسمى بالي. وأول درجة كنبداو هي أول وحدة في الأرض هي اللي في الأسفل كتسمى درج. دابا هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، البالي مكايناش الدرجة الرابعة. ثانيا عندك المير دو فاساد. المير دو فاساد هو المير دي ليفاس، هذا هو الفاساد الواجهة. إي مير دو غارد كور، والمير ديال غارد كور مال هاد جوج. اون ماسونوري دو بريك دو 30 سنتيم دي بيسور، مصنوعين من الياجور ديال 30 في الارض ديالو، في لي بيسور ديالو، السمك ديالو تاع 30. دابا هذا السمك ديالو 30، وهاد الحيط هو السمك ديالو 30. احنا دابا عرفنا المعطيات اللي عندنا على هادشي. شنو بغاو منا هما؟ طرافاي دوموندي هو هادشي اللي بغاو هما. طرافاي دوموندي بغاو قالك دابري لا بيرسبكتيف سي كونتر اون فو دوموند دي تابليغ لافوميتري. انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا لك بغيناك تخرج لينا لافوميتري. لافوميتري اذا نسمعوا، لافوميتري هو واحد العمليه كنديروها قبل ما يبدا عندنا المشروع، افون يعني قبل ما يبدا المشروع كنديروا واحد الميتري، واحد كنعبروا واحد الكونتيتي كنعرفوا يعني شحال غادي نحتاجو قبل. ولكن هذا الشيء باش كنعرفوا انطلاقا من البلان. إذن à partir des plans on peut calculer la quantité. La volumétrie c'est un calcul qui vient avant l'exécution des travaux à partir des plans. يعني قبل ما يبداو عندنا لي طرافو كنمشيو كنخدمو هذاك لا فوميتري غير انطلاقا من البلان. هنايا قالك شنو هو الفوليم، تقلبنا على الفوليم ديال الماسونوري دو بريك. ملي قلنا الماسون دو بريك راه ما جاوش حطوا هاد الديسكريبتيف اعتباطيا باش انا نجي نقول لهم ماسونوري نحسب لهم فوليوم تاع كل حاجه. لا، راه خاصني نشوف شنو اللي مصنوع ليا انا بالماسونوري لي دو بريك. غنجي نقلب الديسكريبتيف نسيت مثلا انا قالك لي مارش لي بالي من البيطو ارمي، اذا هادو مشاو في حالاتهم. المير دو فاساد والمير دو غارد كور بجوجهم اون ماسونوري دو بريك، اذا انا عرفتهم المير دو غارد كور والمير دو فاساد. نكالكيلي مثلا المير دفاصر، المير دي ليفاسيون، المير دي ليفاسيون ها هو هنايا. ها كيفاش انا كالكيليتو المير دي ليفاسيون؟ هو هاد البارتي هادي مير دو فاساد ولا مير دي ليفاسيون. شديتو انايا عرفت الطول كامل اللي فيه والارتفاع اللي فيه ولي بيستور اللي فيه. الى رجعنا هنا هانتوما غنشد الكوطاسيو كاملة، هادي زائد هادي زائد هادي زائد واحد زائد 0.50، غيخرج ليا الطول 1.75 زائد 1.50 زائد 1.75 زائد 1 زائد 50. شحال خرجت ليا؟ خرجت ليا 6.50 متر، هادي هي الطوطال. الارتفاع، غنجي للارتفاع باش نكالكيلي الارتفاع. عندي
من هنا 0.50، هنا 2 متر، وهي 2 متر وزيرو 2 متر و50، 12 2 متر و62، 2 متر و62، وعندي هاد 72 هي 3 متر و34 على ما أعتقد. 3 متر و34 في الارتفاع، ها هي 3 متر و34، والسمك ديالو راهم قالوا لكم بانهم لي بريك اللي عندنا راه مصنوعين من ديال 3، راه نشوفوا الكوتاسيو غنلقاو حتى 30. اذا لا بغيت فوليم تاع واحد ريكتون او واحد المكعب ولا واحد المتوازي الاضلاع ولا مستطيلات ولا شي كيقولوا ليه، بغينا هذا الشكل الهندسي نحسبوا الفوليم ديالو. دائما هو الطول في العرض في الارتفاع، طول في العرض في الارتفاع. هذا الشيء الا بغينا نصيبوه هكذا كالكيل عاديه، الا جاو عطاوك لا فيد متري قال لك غتصايب لينا هذا الشيء في لا فيد متري، ياك غادي نجيو للمتري لا فيد متري كتكون على هذا الشكل، هذه هي لا فيد متري. جيت قلت لهم عندنا الماسونوري اللي فيه البريك، عندنا المير دي ليفاسيون الحيط، هاد الحيط عندنا مره واحده، ما عندنا جوج الحيوط ولا ثلاثه الحيوط ولا اربعه الحيوط. طول وسع 5.5، الارتفاع ولا العرض كنسميوه هو 3.34، والارتفاع ولا لي بيسور 0.3، والخارج كديروه في الكونتيتي. الطابلو كيعطيك كونتيتي في البليس والموان، البليس هي هذاك الشيء اللي عندنا، الا بغينا نحيدو من هذاك الشيء شي حاجه هذيك الحاجه كنحطوها في الموان. المهم انا جايكم الهضره مزيان حد هنايا، كاين طابلو بحال ما كيما كتشوفوا فيه، عقلوا عليه النمبر اولا كبيره اولا صغيره، اولا صغيره ثانيا فيها ولا فيها اولا ولا شنو فيها. غدا بحال ما كنجيو هنايا ديزينياسيو اللي فيها الكتبه شنو بغينا نديرو، لي نمبر دو بياس شحال من مره هاد البياس اللي كنهضروا عليها، ديمونسيون لونغور لارجور ايبيسور ولا لا هوتور هنايا، كونتيتي اللي موجبه واللي سالبه اللي غادي نحسبوها واللي بغينا نحيدو منها، لينيتي باش خدامين واش فوليم ولا سيرفاس ولا بوا ولا شوف شنو ولا طون كديرو بلوغ، والكونتيتي هنا بارسيال ودير كلشي دي التوتال هاد ديفينيتيف يعني توتال. نجيو ليكزارسيس ديالنا، فينا هو ليكزارسيس؟ هاو. اذا حنا كالكيلينا هذا وعرفناه، ولكن انا من عرفته عرفته على فوليم كامل هو كله، ما في ما حيدتش منه هاد الخاويه، دير خاويه وهاد دير خاويه، نحسب الخاويه بوحده وهاد الخاويه بوحده تاع الباب، وفي الاخر نحيدهم من الحيط. متفقين؟ نجربوا شوفوا شنو درنا هنا. قلت هادشي كلمه نحيد كتسمى اديدوير، وفين كتحط في الطابلو الاديدوير كيتحط في الكونتيتي بليس مو اللي غادي تسيبري، ما هادشي غادي تحيد من العبار كامل، حتى انا عبرت كلشي ونقصت منه ماشي شي حاجه. شنو اللي غنقص؟ الفونيتر. فونيتر شنو العبار اللي فيها؟ فيها 1.50 متر، فيها العرض 0.30 للسمك 0.30 والارتفاع 1.20 متر. باش تكونوا متاكدين معايا الديستان كيفاش رسمت، كرسم كل حاجه كنديستينها باش كتبقى واضحه ليا. بغيتو تاكدوا هنا، ها هي 1.50 متر في 1.20 متر في لي بيستو، هادشي كله خصو يتحيد من الحيط. بالنسبه للباب 2 متر في 1.30 متر، هادشي هو اللي درت. هاي الفونيتر وزيت من وراء لابورت، هي 1 متر في 0.30 في 2، وخرج لي الغيزلطة تاع هذا وهذا. بالنسبة للطابلو ها فين كنحطو؟ ها هما شتيش، هادي ضربتها في هذا ضربتها في هذا، عطاتني 0.6، هنايا 1.5، 1.2، 0.3، عطاتني 0.54. إلا بغيت أنا مثلا المير بارتي ديال المير، راه هي البارتي بلان كامل ناقص هذوك الفراغات، هي هادي. الى شفتوا هنا الفورميل ديالها كليكيت عليها غادي يبان لكم ان هذه ناقص اي، يعني هذه اللي جات في الاي اي اش الاي 6، وناقص ايضا هذا الاي 7. ها هي تخرج لي ملي كنكليك عليها كتعطيني الكونتيتي شحال كتخرج لي، 5.343. ما علينا، حد هنايا ساليت المير، المير في هذوك في هذوك يتحيدوا منه فقط، ما تحيد منه حتى شي حاجه كياجور. ننتقلوا هذا بالنسبه للمير، بقى لي او تالي بالماسونوري الجارد كور. نجيو شوفوا شنو درت هنايا، جيت ثانيا مير دو جارد كور، من جيت المير دو جارد كور ها هو رسمته، شفت شحال فيه في الطول
حفي الارتفاع حفي في ليبيسور 91 0.30 0.80 هادشي اللي كيبان ليا في الديسان هاو 0.80 هنا باش غنعرفوا هاد المسافه غنشدو هي هاد البالي زائد هاد الدرجه زائد هاد الدرجه زائد هاد الدرجه باش نوصلوا للطول النهائي. هنا قالك كل درجه في العرض ديالها 30، اذا 31 61 91 هذا هو الطول 91 0.80 في العرض اللي هو 0.30 91 0.80 0.30 هاو الكارد كور 91 0.80 0.30 ما غنقص منه والو هو اللي باغي. اذا نحطو هنا المجموع نحطو هنا المجموع ديالو ما منقص منه والو. اذا هذا زائد هذا هذا خارج هنايا الا كليكيت عليه فيعطيني العلاقه ما بين هذه وهذه كنشد هذا كنزيد عليه هذا المير محيد منه الخويات زائد هذا المير الاخر الكارد كور وغيخرج لي الخارج تمايا. بالنسبه للمرحله الاولى انتهت. نشوفوا شي سؤال اخر شنو اللي مطلوب منا عاوتاني. ماسونوري ببريك في هاد جوج ساليتهم. السؤال الثالث قال لي الفوليوم ديال البيضو ارمي ومادام هما كيهضروا على الفوليوم راه الفوليوم اذا نكتب لهم بان الانيتي ديالي هي المتر كيب ما تنساوش. ها نتوما هنا في الانيتي ديالي كنقول لهم بان الانيتي هي المتر كيب الوحده ديالي انيتي هي الوحده الوحده اللي خدام بها هي المتر كيب ام اس 3 متر اس 3 زعما هي المتر كيب. شنو غادي نقول لك الفوليوم ديال البيطو عذرا الفوليوم ديال البيطو ارمي شنو اللي عارف انا كاين بالبيطو ارمي كاين الدرجات وهذه اللي قلتو كنتو كنعرفوها بانها درجه دابا حاولوا تسميوها بالي عيب اللي حاولتو بقيتو تعرفوا هاد الامور التكنيكال لوم واحد تعقلوا عليه وانتوما بخير بالي بالي. اجي نجيو هنايا اذا غنحسبوا الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه الدرجه الرابعه. الى هضرنا على الدرجه الاولى ها منين باديه من هنا حتى لهنايا وحتى لهنايا الطول ديالها في العرض ديالها الطول ديالها شحال عندنا جوج متر هنا في الباليه خاصني 30 و 30 الثانيه و 30 الثالثه باش نوصل لشحال فيها هي في الطول حتى هي تحت من هذا ممكن لي نشوفها. اذا الرا فيها جايه بجوج 60 وعدد زادت كيبان لي خارج انا كيبان لي 30 0.30 منها وجوج 60 منها راه داخله اذا المجموع ديال هذا الشيء هو الكوتاسيوم من هنا حتى لهنايا 2.90 ومن هنا حتى لهنايا العرض ديالها 1.90 اذا 2.90 1.90 2.90 في 1.90 خصني نضربها في الارتفاع باش تولي فوليوم لان لقيتها الطول والعرض اذا سيرفاس الا بغيتها فوليوم خصني نضربها في الارتفاع. هاد الارتفاع شحال انا عارف ان الارتفاع الكلي هو 0.72 0.72 شحال فيه من شحال شاد ليا شاد ليا واحد جوج درجات ثلاثة أربعة بالبالي ميمكنش تكون وحدة أكبر من وحدة ضروري يكون عندهم نفس الارتفاع. ما هذا اللي غادي يبني ما غاديش يبني لك وحدة عالية فراغها عالية شوية فراغها عالية بزاف ودي عالية شوية. إذا 0.72 نقسمها على أربعة المرات واحد جوج ثلاثة أربعة المرات 0.72 على أربعة تعطيني هي 0.18 لأن 0.18 0.18 هي 0.36 والله ضوبلنا 0.72 اذا 0.18 في كل درجه اذا هذه الارتفاع ديالها هو 0.18. كيفاش رسمتها ها كيفاش رسمتها حطيت جوج تسعود هوك واحد تسعود هوكا والارتفاع هو 0.18 حسبتها هوكا كالكيلمو عادي 2.90 في 1.90 في 0.18 وخرجت ليا. بالنسبه ليا في لافي ما كاين حتى شي حاجه صعيبه غنقول لهم بانني غنخدم دابا البيطو ارمي السؤال الثاني ونبدا لكم بلا مارش الاولى لا مارش الاولى انا كاتب واحد ام نتوما عارف ان ما بقاش لي الوقت باش نبقى نكتب لا مارش واحد حاولت انا غير نجرب باش نوصل لكم المعلومات غير لا مارش الاولى معاوده غير مره 92 91 0.18 هنا بليس الكونتيتي بليس ماشي محيده هذه مزيوده كنحطها في بليس عاود ثاني لا مارش الثانيه لا مارش الثانيه الى شفتوا معايا مزيان غتنقص على هذه من هنا ب 30 وغتنقص من هنا ب 30 اذا تولي هنا 62 وهنا 32 الاخرى وهنا هنا 61 عذرا. بالنسبه للدرجه الثالثه 31 32 بالنسبه للبالي 1 2 اذا غادي كنقصوا ب 30 لذلك ارتئيت انا نحسب 92 الاخرى غيكون فيها 62 ك
كانت 91 اتولي 61 0.18 هاي خرجت لي الثانيه الثالثه روازيام مارش 32 31 0.18 خرجت لي ما نقولش كاتريام مارش كتسمى بالي ما يمكنش نقول لها كاتريام مارش نقول لها بالي بالي 2 متر في مترو 0.18 خرجت لي هادشي اللي خرج لي غادي نشوف نفس القضيه خصني نديرها لي هنايا غنجي نقول لي انا عندي اول مارش دوزيام مارش تروازيام مارش بريمير مارش 92 ثانيه 62 ثالثه 32 البالي 2 هنا في العرض تاوي غتنقص عاوتاني ب 0.3 وغادا والكالكيل غادي يخرج لي انا الغيزيطا ديال كل حاجه فيهم مفهوم حدنا مزيان اذا البيتو ارمي الا بغيتو غنجي قدام البيتو ارمي ونحط الغيزيطا في التوتال ديريكتوم وما عنديش شي حاجه اللي غندير لها ادي دوير اذا هادو غيكونوا هما نفسهم في باكسيال انا ما كاتبهمش وفي التوتال غادي يكون هو المجموع ديال هاد لي باكسيال التوتال هو المجموع ديالهم الا كليكيت لكم على هادي معنا ما دايرش هنايا ها هي هنايا المجموع ديال هادو هادو كاملين كل وحده زائد وحده زائد وحده ها هو عطاوني هنايا الغيزيطا ديالهم اللي جاتنا 2388 تقولوا تقريبا هي 2.639 لان فيت 8 مع فيت 5 ناخذ العدد اللي من وراه اللي هو تقريبا 9 هنا سالا البيتو ارمي حتى ما عندناش اليمو اللي من بيتو ارمي حتى نجيو تشوفوا معايا الدرس غتقول لك بان لي زيسكالي هما اللي بالبيتو ارمي نجيو دابا لوندوي سيرفاس لوندوي سيرفاس شوف ركزت على السيرفاس ما كاينش عندك المتر كيب عندك المتر كاري غنشوف انا لا نكون غلط غندير هنا المتر كاري اذا لوندوي فين كيكون لوندوي لوندوي هو المرطوب لوندوي هو المرطوب اذا المرطوب فين نديروه في المير دو فاسات وغادي نديرو كذلك في الكارد كور نجيو مثلا الفاسات المير ديال الفاسات كيفاش غادي نديرو غادي نحسبو لوندوي ديالو عندنا الى جينا هنا هذا هو المير فاسات هذا هاد الواجهه من هنا اذا هذه جوج المرات يمكن لي نحسب انا مثلا الطول ديالها كامل في العرض ديالها ما نضربش لي بيسور لان ما كنهضرش على فوليم وما دام عندي هاد الوجه من هنايا اذا راه الوجه من اللور من الجهه الاخرى فهمتيني صباغه من برا ومن الداخل مثلا الا هضرنا على صباغه صباغه من برا وصباغه من الداخل هضرنا مثلا على لوندوي لوندوي من هنا لوندوي من لهي نعطيكم مثال اعتبروا ان المير في الحقيقه هو لاباني ياك ولوندوي هو الباستات باستا يمكن تجي من جهه ومن تجيش من الجهه الاخرى كي غادي دير لها لاباني تاكل من هنا ومن هنا اذا هاد الواجهه اللي كتشوفوا فيها راه كاينه عندها واجهه اخرى من الجهه الاخرى متفقين هاد الواجهه بجوج واجهه من هنا الاخر كيشوف ملي كيقول لي انا كنشوف الواجهه من هنا كنقول لي انا مثلا انا كنشوف فيها نقول لي الباب في اليسار هو من اللي يقول لي الباب في اليمين هو الواجهه ديالو ماشي هي الواجهه ديالي هو اللي كيشوف فيها كيشوف على اساس العكس المعاكس الاتجاه المعاكس ليا اذا انا اللي بغيت نوصل ان هنايا عندنا جوج الواجهات بندوز باش ما نعطلكمش السيرفاس جوج السيرفاس هايا درت لكم السيرفاس هي 56 في 334 جوج المرات انا حسبتها هتقول لي اسمح لي انت كترسم لي السيرفاس ما رسم لي لا فونيتر لا باب هنايا ولا رسمتهم خصك تحيدهم وكون متفق معاك انا ما رسمتهمش حسبت كل شيء عاد غنجي لمرحله الادي دوير مرحله الازاله الادي دوير فيها الفونيتر الفونيتر جوج المرات قبل من نمشي معاكم بعد الادي دوير خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اسمحوا لي انني هذا ما نخليش خاوي هنا غنضرب لي مرطوب نقاد هاد الشرجم ونقادو من كاع الجناب غادي ندصو من الجناب كاملين باش تقدر لحطيتي يدك ما يدقوكش الكياس ما يدقوكش الحجر ما يبان لك شي حاجه يبان لك داكشي مستوي الباب حتى هو من هنايا ومن هنايا ومن هنا هادشي ما غاديش نصايبو انا نخليه المول كارلاج هذاك اللي غيحط الجليد واللي يشوف اش يدير الناس يعرفوا شنو يديروا في الدرجه ديال في الباب ديالهم من هنا حتى غيدخل مع الهضره ديك الساعات الاختصاص اخر ما غنهضرش عليه الباب لا سي ديال الباب ما كنهضرش عليها يمكنش لي ندير لها لوندوي اذا لابو الفونيتر فيها هاد الواجهه جوج المرات في هاد الجنب جوج المرات لا بورت في هاد الجنب جوج مرات وفي الفوق مره واحده يعني هادي اللي كنشوفو فيها اللي غيدوز تحت من شعرك
الا دخلتي براسك هيبان لك هي فوق منك زيتي عينك كطعنك الغبره. خاصنا نديرو الكلون دويتش معاه. اذا نجرنا حسبنا هذه قلنا 91 مضروبه في 0.30 لي بيسور ديال العرض ديالها كتبان ندير بحال الفوليوم، ولكن باش نبين جوج الحوايج اللي باقي. اذا جوج المرات في 51 في 0.30، ولا بغيت تهضر على هاد الواجهه اللي من هنا واللي من هنا راه فيهم في الارتفاع ديالهم 21 في العرض 0.30، جوج المرات 21 0.30 وانا حسبتهم. لابورت جوج المرات هادو الجناب اللي فيهم جوج متر في 0.30، ومره واحده تاع المترو اللي مضروبه في 0.30، والغيزيلطا راه خرجت لي انا صافي. حد هنايا انا درت لوندو والبيبان وشرج لهذاك الحيط كامل بشراجمو وبيبانو. نجي ليكسل نشوف كيفاش غندير. لا ليكسل درت مير ديليفاسيون، درت الفاساد والفونيتر ديالو ولابورت ديالو. الفاساد ها هو تكالكيلا عطاتني 43.42، لان عاد 6.5 × 3 43. لا رجعتو ديسان، ركزوا معايا في كل لحظة، شوفوا فين جات 56 وفين جات 34، ديروا كوطاسيون طوطال. حتى هاد كوطاسيون اللي هنا راه ما نافعكمش، خاصكم كوطاسيون كاملة من هنا من راس الراس، وكوطاسيون من راس الراس باش تعرفوني علاش داوي، باش ما نبقاش انا ندوي عليه كل حاجة ونعاود نرجع له. بالنسبة عذرا نهبطو هادي شي شوية. بالنسبة للفونيتر كنا بأن الفصاد حنا جوج مرات الفونيتر فيها جوج المرات، في جوج المرات الجناب تاع الفوق والتحت والجناب تاع اليمين واليسار هما هي 51.30 1.2.3، ولكن الضرب اش كندير؟ جوج 1.5.3، جوج 1.2.3، وكنحط الكالكيل ديالهم هنا. لابورت جوج في هنا العدد المرات، هذا راه عدد المرات النمبر ديال بياس، عندي هذوك اللي في اليمين واللي في اليسار، اذا جوج الحوايج وعندهم نفس العبارات. هذا جوج متر و 0.30 جوج متر في الارتفاع و 0.30 في العرض ديالو باش يعطيني الواجهه. حنا حسبناها هنا الفوق ديالنا عندنا فيه متر هو في العرض ديالو اللي كيدخل لينا بنادم، و 0.30 في ليبيسور ديالها لان الحيط فيه 0.30، الياجور اللي خدامين به هو تاع 0.30. انا حسبت هنا، ولكن الحيط اللي هضرت عليه راه فيه واحد بالنسبه للفصاد، راه عندي واحد الفيت، راه داك الفصاد اللي حسبت انا حسبته كامله بحال كاين فصاد، بحال ما عنديش شي خاويه، بحال ما كاينش الفونيت. اذا انا بالضروره عليا نادي دويغي الفونيت، وعندي عاوتاني لي مارش. لي مارش هذوك الدرجات انا نشرحهم لكم هنايا باش تشوفوهم. عندي انا لا حسبت راه حسبتها هنا هاد الدرجه هذه راه مغطيه ليا هاد المساحه في المير من هنا حتى لهنا، مغطيها في المير. لا ميمكنش لي نرسمها لكم هنايا ونبغي غادي بها لانكم تلغطوا. ماذا كتشوفوا هذه هنا راه هي هذه من هنا حتى لهنا، والدرجه الثانيه هي مغطيه من هنا حتى لهنا، والثالثه من هنا حتى لهنا، والبالي من هنا حتى لهنا، كاع هادو مغطيين ليا المير ما يديرش فيه المرطوب. اذا لا كنت ما غاديش ندير فيه المرطوب، خاصني نعرف شحال هذيك المساحه اللي هما مغطين ليا. الا كانت هذه المساحه اللي انا حسبت بانني درت فيها المرطوب والباب راه خاوي منها، خصني نعرف الباب شحال فيه، واش الرجم هو خصني نعرف الرجم شحال فيه. اذا غادي نجي مرحله الادي دويغ. الادي دويغ غادي بروميير مارش، بروميير مارش فيها 0.9 0.18، ثانية 0.26 في 0.18، ثالثة 2.3 في 0.18، البالي 2 في 0.18. إذا بغيتو تعاودو تأكدوها نتوما كتشوفوها هي 2 متر والارتفاع هنايا، إذا تولي 2.30 والارتفاع هنا 2.60 والارتفاع 2.90 والارتفاع، هادو كاملين غادي نإليمينيهم. إذا غندير ليهم عملية الأديدويغ مزيان حد هنايا. إذا هاد الشي اللي درت أنا هنا لحد البالي. غنجي عاوتاني الفونيتر، الفونيتر هي المساحة ديالها 51 × 21 سالات. لابورت المساحة ديالو، ولكن علاش كاتب هنا جوج؟ علاش في نظركم جوج؟ لأنني قلت لكم أن الفصاد راها جوج المرات من هنا ومن هنا، والباب ولا الشرجم راه فتحة، راه تدخل منو تدخل الجهة الأخرى، تدخل تجي عاوتاني منو تمشي للجهة الأخرى. إذا جوج الواجهات، جوج البلايص، الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية، لذلك ضربناها في جوج. البوغ تا هو جوج الواجهات، اللي داكشي علاش ضربنا في جوج.
لحد هنا مزيان. نشوفو في الاكسل كيفاش خدمناه. خدمنا لا مارش الاولى فيها 0.9 0.18، لا مارش الثانيه 2.6 0.18، الثالثه 2.3 0.18، البالي 2 0.18، الفونيتر فيها 2 المرات 2 لي بياس، لا بورت 2 لي بياس. هادو غيتحطو لينا فين؟ هادو غادي نديرو في ادي دوغ. اذا هنا درت انا خطا في الكونتيتي، ما خصهمش يكونوا في البيس، خصهم يكونوا في الموا. هادشي كامل غيكون هنا في الموا، هنا ما كتبتهمش غير صحاح. المهم نتوما هادشي غتحطوه في اوكسيليار. علاش قلت لكم اوكسيليار؟ انني انا شوفو اوكسيليار هي اللي دايره بالليمون. لا هي هذيك عذرا انا كاتبها في الموا، انا نسيت دير البيس الاولى. اذا هادشي صحيح، هما حطيتهم في بلاصه الموا لان ما يتحيدوا. كذلك عندي المساحه ديال الغارد كور. الى رجعت بكم هنايا، الغارد كور حتى هو راه مغطي لي هذا الجانب هذا، يعني هذه المسافه هذه كامله راه مغطيها لي هو من الحيط. شحال فيها؟ فيها 0.80 ب 0.3. هاي راه ركزت عليها في الاكسل ودرتها بالصفر باش نعرف راسي انا اين بلا شنو اللي كنهضر عليه. انا في الغارد كور كنهضر على لي سباس اللي مدرق لي في الحيط، اللي ميمكنش لي ندير لا لوندوي، حتى لوندوي تا كيلصق هذاك الشيء وكيتقاد هذاك الشيء. اخر مرحله هي لوندوي، غتجي تبغي دير لوندو مثلا مرطوب، غتلقى اكثر داير الدرون، ميمكنش تخشيو بين الدرجة والحيط، مصايبين هما الدرجات. عادة يمكن لك تاليك ساعات دير لوندو. اذا ميمكنش حنا ملي كنحسبو، ميمكنش انا كيفاش نبداو نحاسبو بلا ما نحيدو داكشي، ما عندناش شكل محدد هكاك. لهذا كنديرو حنا نحسبو كلشي ونقصو منو هذاك الشيء اللي مضرك. حد هنا هذا حسبنا مثلا ادي دوي، هادشي اللي ادي دوي غينا من الحيط العادي، المير ديال لي فاسون، المير ديال الفاصاد، هادشي اللي غيتنقص منه. هذيك الكالكي اللي حسبناها كامله غادي نقصوا منها هادشي. هادشي راه شي حاجه اللي بسيطه وصغيره، ماشي شي حاجه. هنايا لينيتي ما تنساوهاش، انا راه ما دايرهاش هنايا، راه غير زربان معاكم على الفيديو، نحاول ان شاء الله نوضحو بشكل كبير. غندوزو اشنو اللي خصو يكون بقى لينا. هضرنا على المير سالا، بقالنا الغارد كور. الغارد كور شنو اللي غيكون مدرك؟ وغيكونوا مدرقين الدروج من هنايا، وغيبقى لينا هو نكالكيليو. اذا كيفاش غادي بعدا نكالكيليو كسيرفاس؟ عندنا هاد الوجه جوج المرات اللي كتشوفوا فيه فين حاطه انا دابا الخط اللي كان كيبان لكم، ها هو هنايا هاد المسافه اللي شاد عين على الدروج نضربها في جوج المرات لانها حتى من الجهه الاخرى. وعندي هاد الفوقانيه وعندي هاد الجنبيه من هنايا مرة واحدة، وهذه مرة واحدة واضحة. نجيو للديسان باش نشرح لكم هنايا داكشي اللي مديسيني. انا في الوسط، وسط الغارد كور، كنت غادي نهضر على هذيك الوقوفيه بعدا اللي واقف اللي مقابل مع اللي قبيله درك بها المير. عندنا فيها 0.30 0.80، ها هي 0.24 متر كاري. هذا اللي كان مدرك بها عذرا، ها انا دابا فين نهضر على المير الغارد كور. قلت بعدا هنا جوج المرات تاع 1.91، شحال فيه في الطول 1.90. علاش؟ لان الباليه فيها 1 والدرجه الاخرى فيها 0.30 0.30 0.30، ثلاثه الدرجات تاع 0.30 هي 0.90، والباليه فيها متر وهي 1.90، ولي بيستور عندي 0.30، وعندي الارتفاع 0.80. هذا كمجسم كفوليم. اذا بغيت انا نقتصر على هاد الواجهه غنقول 1.90 مضروبه في 0.80 وجوج المرات. هاي 1.90 مضروبه في 0.80 جوج المرات. هاد الوجه هذا اللي من هنايا راه من الجهه الاخرى ايضا كاين. هنا قلت 1.90 0.30، 1.90 ها هي يا طويله، 0.30 فهاد لي بيستور فين في نظركم؟ هي السطح هذا الثاني، هذا فيه في الطول ديالو 1.90 وفي العرض ديالو 0.30. الى هضرنا بقى لينا هاد الواجهه هادي اللي من هنا، هاد الواجهه فيها 0.80 في الارتفاع و 0.30. هادشي ما كان اللي كاين في الغارد كور، ولكن كتقولوا لي تسنى راه عندك واحد الدرجه هنا مضرقين هادشي، هادشي شتي كدرتي بحال باين. نقولهم اذا بعد سنين حيد ندير نبدا مرحله الادي دويغ. مرحله الادي دويغ نحيد لا مارش الاولى، نحيد شحال فيها؟ فيها قلنا حنا متر و 90 لان هي اللي جات في الارض، مضروبه في 0.18. الاخرى غيكون فيها غير متر و60 مضروبه في 0.18، الاخرى 1.30 مضروبه في 0.18، البالي 1 مضروب في 0.18. وهكذا غادي نكون ساليت ليكزاسيس ديالي
نشوفوه في الميتري كيف في الفويد ميتري كيفاش جا. مني هضرنا هنا على الكارد كور، هضرنا قلنا جوج لي فاساد غوش اي دروات، هما شحال فيهم بجوج بحال الفوق عاوتاني 91.0.30. اون فاس معانا كيف المير فاس 0.8.0.3. وقلنا غادي نبداو المرحلة ديال الادي دويغ ديال الكارد كور. الادي دويغ قلنا غادي نحطوها في الكونتيتي في الجهة السالبة، وداكشي اللي حسبناه نحطوه في الموجب. الادي دويغ كما قلنا قبيله باننا عندنا ثلاثه لي مارش، لا مارش الاولى فاز 1.9، لا مارش الثانيه 1.6، والثالثه 1.3، ولي بيسو ديالهم بحال اللي هو 0.18 0.18 0.18، والبالي راها ميترو 0.18. وهكذا حنا حسبنا شحال اللي غادي نادي دويغيو. الا بغينا العلاقه غادي نديرو بحال هكا في البارسيال ديالنا، لاننا كنهضروا دابا غير على الكارد كور، ما هضرناش على كل شيء اللي مصنوع، مثلا كلشي اللي غنديروا لي لوندوي التوتال ديال لوندوي، هضرنا غير على الكارد كور. اذا ما يمكنش لنا نجيو نحطوها في التوتال، غنحطوها غير في البارسيال، غير بارتي ديال الكارد كور. بارسيال هي بارتي تاع الكارد كور. ها شنو فيها؟ فيها هذا زائد هذا زائد هذا، ياك، ومنقوص منهم هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، بين قوسين تحلوا على هادو تنقصوهم، ولا دير ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا الا ما بغيتيش دير الاقوال. صافي، وغادي تشوفوا هذيك الساعات الريزلت شحال. هضره راني دخلت فورميل هنا، خرجت لينا جوج 806 هذا بالنسبه للغارد كور. ولكن انا يا لوندوي فيش درتو؟ درتو في الغارد كور ودرتو في المير دي ليفاسيون. المير دي ليفاسيون شحال كنخرج ليا فيه؟ خرجت ليا فيه شحال؟ هايا مير دي ليفاسيون خرجت ليا فيه 36.936، نزيدو على هاد جوج غتعطينا 39.742. هذا هو لوندوي اللي عندنا توتال كامل، لوندوي توتال هادي زائد هادي ديال داكشي اللي لقيناه في الكارد كور، نزيدو عليه داكشي اللي لقيناه في الفاصل. وحنا هذاكشي اللي هضرنا عليه في الفاصل راه حنا ناقصين منه الادي دويغ، اللي هضرنا عليه في الكارد كور حنا حاسبينه بالادي دويغ ديالو هنا، ملي حطيناه منقوص من الادي دويغ. اذا هنا فين غادي نجيو هذيك الساعات نجيو نفيريفيو وغنشوفو. لقينا الماسونوري فيها 5859، البيتون ارمي 2688. اللي نبغي نركز عليه هو اننا في المتر كيب كناخذو ثلاثة الارقام من ورا الفاصلة ماشي اربعة. مادام عندنا الرقم الرابع فيه الخمسة، إذا كان كيساوي الخمسة كيساوي الخمسة كنشوفو لي من وراه، ياك. إذا كون كانت عندي مثلا هنايا، نعطيكم شي مثال، ندير لكم شي مثال في شي بلاصة هنا، نفترضو عندي واحد العدد اللي هو 5.678، المهم هكا ما علينا، جوج. هنا عندي ربعة الأرقام من ورا الفاصلة، الرقم الرابع ما كنكتبوش، كان صغر من خمسة، غير نشوفو صغر من خمسة، صافي نخلي العملية بحال هكا. كان خمسة خاصني ضروري نشوف العدد اللي من وراه، إلا كان اللي من ورا الخمسة سبعة، إذا الخمسة غتولي بتقريبا ستة، وما دامت هي ستة إذا السبعة خاصها تتغير وتولي العدد اللي من وراه اللي هو الثمانية. في حالة ما إذا كانت عندي مثلا الخمسة ومن وراها الربعة، غنحيد الربعة، حيت الخمسة عذرا كانت سبعة، كانت الخمسة بحال ما هكا، والربعة، الخمسة هي رابع رقم، والربعة هي خامس رقم. ربعة صغر من خمسة، مادامت ربعة صغر من خمسة، إذا غادي نإليمينيها ونإليميني خمسة ونخلي العدد هو ثابت. كون كان عندي مثلا ربعة، ربعة صغر من خمسة بالضرورة نحيدو، سبعة، العدد هداك السبعة اللي عندي هنا غيتبدل يولي ثمانية. عندي تسعود، نحطو السبعة بدل البلاصة، عندي تسعود، تسعود إذا هذا سبعة غدا تحيد تولي ثمانية. إذا الرقم اللي كان اللي الاخراني اللي عندي انا مثلا زي انا باغي ثلاثه الارقام لانني فوليم وعندي اربعه الارقام، نشوف هذاك العدد واش كبر من خمسه، نبدل العدد الثالث ونزيد فيه واحد، ولا كان صغر من خمسه نخلي العدد هو. المهم ما كنقش، اما كنخلي العدد اما كنزيد، كنقول تقريبا راه بحال هذا العدد، مثلا تقريبا كانت بحال ما هكا مثلا
خمسة نقول تقريبا مثلا هكا تمنية، نقول تقريبا هاد التمنية راه هاد التسعة مثلا. أنا قلت لكم برقم، عندنا خمسة فاصلة فاصلة خم فاصلة ستة، راه تقريبا غناخد مثلا ستة، كانوا كنهضرو غير برقم، كنا كنهضرو غير برقم. المهم نتمنى أن الفكرة تكون وصلت، منطولش عليكم وسمحوا لنا على الفيديوهات، لان انا في واحد الترفيه راه هنا شويه، بس انا عندي دي زيكزارسيس وامتحانات. ونتمنى من عبد الله التوفيق لينا وليكم ولجميع المغاربه والارزاق، راه بيد الله اي واحد ورزقه، واي واحد عنده شي معلومه بغى يفيد خوتو راه الصفحه عندنا يحط فيها يتواصل معنا في الصفحه، وان شاء الله حنايا راه في خدمه بعضياتنا ان شاء الله. الله يدير لي فيها خير لجميع المغاربه، وبزز بزز صحة من أي واحد ولا الشعب غادي نقراه. تهلاو.